انتصار نوعي للجيش في غرب تعز. حقق الجيش أولى انتصاراته في جبل حبشي في 26 من شهر يناير الماضي في تحول وصف بالنوعي في مسار المعركة التي يخوضها ضد الإنقلابيين الحوثيين في هذه الجبهة من محافظة تعز. الانتصار في هذه الجبهة كان مفاجئاً وبني على حسابات عسكرية أخذت بعين الاعتبار الموقع الاستراتيجي الحاكم لجبهة شرف العنين التي مارس من خلالها الحوثيون حصاراً خانقاً على جبل حبشي. يمضي هؤلاء المقاتلون في طريق النصر بعد معارك خاضوها ضد ميليشيا الانقلاب الحوثية في جبهة شرف العنين ذات الأهمية الاستراتيجية الحاكمة على طريق محوري يربط تعز بمحافظتي الحديدة وإب، وبالذات في منطقة الرمادة التي أصبحت تحت السيطرة النارية الكاملة للجيش. خلال معارك اليومين الماضيين سيطرت قوات الجيش على قرى الجبيرية والصفراء والقاعدة وجبل المنارة وتبت الأقحف والمشبك، ووصلت إلى قرية الصراهم التي تمثل آخر معاقل الميليشيا في هذه المنطقة. السيطرة على جبل المنارة، وقرية الزعيف، ونقيل الكراش، هذا هو نقيل الكراش، وهذه هي الرضم تحت السيطرة النيرانية. وبعدها خط الرئيسي، الخط الرئيسي هو خط الحديدة تعز، هذه الرمادة أمامنا هي الرمادة. يرابط الجيش حاليا في قرى الزعيف والعلافي وتلة المنارة ونقيل الكراش التي تمت السيطرة عليها مؤخرا، فارضا سيطرة نارية كاملة على منطقة الرمادة والخط الرئيسي الواصل بين تعز والحديدة. الحسم النهائي في هذه الجبهة صبر ساعة فقط في ظل الانهيارات التي تعاني منها قوات الميليشيا الانقلابية التي تكبدت خسائر مادية وبشرية وتجد صعوبة في الاحتفاظ بمواقعها إثر التحول الاستراتيجي في سير المعارك لصالح الجيش الوطني في هذه الجبهة.